تهيئ للموقع. بعدين النهاردة يوم جميل، كان يوم اجتماع مجالس النقابة الفرعيين مع النقيب العام في أسيوط، ودي جولة كان عاملها النقيب من أول بني سويف لغاية المنيا، وبعد المنيا لأسيوط شفنا نادي المحامين في أسيوط ماذا وصل مراحل تأسيسه، ومراجعة بقى اللامركزية عاملة ازاي اللي عملها النقيب في استخراج الكرنيهات العضوية من النقابة الفرعية، ومراجعة انه الشهادات تستخرج من أسيوط، ومش الشهادات بس، كمان البطائق تتختم من داخل النقابات الفرعية. لامركزية طبعا توفر جهد ووقت على المحامين، شيء كويس لو مشت المنظومة بالطريقة اللي هي ماشية بها. جميلة جدا، المحامين راضين تماما عن هذه القرارات، وراضين تماما عن قرار النقيب ومجلس النقابة العامة فيما يتعلق بهذه الجزئيات. طبعا ده دي اللامركزية، وطبعا لازم النقابة الفرعيين هم على الأرض وموجودين، لازم يجتمعوا مع مجلس النقابة العامة المحامين ومع النقيب العام. هو ده الاجتماع الخامس مع النقابات الفرعية. اختلفنا واتفقنا مع النقيب الجمعية العمومية انتخبتنا وانتخبته، وهو نقيب مصر وهو رئيس اتحاد محامين العرب. القرارات اللي بياخدها النقيب بياخدها مجلس النقابة، قررت كلها في صالح المحامي. أشكركم وأشكر النقيب العام، أشكر زمايلي النقابة الفرعيين الجمهورية اللي وصلوا النهاردة 10-12 نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة اللي موجود.